Salam aleykoum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatou Talamid, Sainte-Thaniye, Bakadoria, Uloum, Iqtisadiya Ou kadalika, Techniètes, Tadbir, Mouhassabati Alors, aujourd'hui, insha'Allah, on va voir un exercice concernant les indices synthétiques Alors, on vous présente les exportations d'un pays relative à certains produits de la mer en quantité

sont 2587 55 206 alors pour 2006 on a les quantités 10,6 4,6 12,5 et les valeurs de 2006 ce sont, sont euh, 2797 on a un point d'interrogation concernant les valeurs des algues alors donc, la valeur des algues, on va calculer pour 2006. Et on a pour la garagar c'est 398. Alors, je vais vous donner une autre tableau, et on va faire une autre tableau. la valeur des algues. On va calculer la valeur des algues exportées, sachant que celle-ci a baissé. Hein donc, on va la valeur des algues.

والسؤال الثالث قال لك ليزي اي انتربريتي لي ريزولتا اوبتوني الوغ نبداو على بركه الله بالنسبه للسؤال الاول دونك عندنا أه يعني خصنا نقلبوا على لا فالور ديال 2006 بالنسبه لي زالغ وكنعرفوا ان هاد لا فالور هادي نقصات ب 3000 يونيتي مونيتير الو كيما كتلاحظوا معايا بالنسبه ل 2005 كانت عندنا بالنسبه لي زالغ الفالور ديالها 55000 ألف. الو شنو غادي نديروا العمليه غادي نقوموا بها يعني مع العلم ان هاد الفالور هادي نقصات ب 3000 يعني غنشدوا هادي 55000 وغننقصوا منها 3000 وغنعطينا 52000 يونيتي مونيتير alors بالنسبة لافالور دي زارك اون 55000 3000 غتعطينا 52000 يونيتي مونيتير بالنسبه للسؤال الثاني لانديس دو بيتش دي كونتيتي حنا غنشوفو بالنسبه للكونتيتي اذن كنشدو لا يعني المجموع ديال الكونتيتي 1 فوا بي أن يعني الكونتيتي ديال 2006 مضروبه في البري ديال 2006 المجموع ديالهم على لا ال المجموع ديال لي كونتيتي ديال مضروبين في البري ديال 2006 يعني نعاودو لا ديال مضروبه في البري ديال 2006 مقسومه على لا ديال الكونتيتي ديال 2005 مضروبه في البري ديال 2006 الشيء اللي غادي يخرج لنا غنضربوه في 100 الو لا جينا حسبنا الكونتيتي ديال 2006 مضروبه في البري ديال 2006 هي q 1 فوا بي 1 غتعطينا واحد لا سوم ديال 34862.4 و الى حسبنا الكونتيتي ديال 2005 مضروبه في البري ديال 2006 غيعطينا المجموع اللي هو خمسة وثلاثين ألف وثلاثمية وثلاثة وتسعين فاصلة خمسة ألور لانديس دو بيتش دي كونتيتي نشدو ربعة وثلاثين ألف وثمانمية وثنين وستين فاصلة ربعة مقسومة على خمسة وثلاثين ألف وثلاثمية وثلاثة وتسعين فاصلة خمسة مضروبة في مية وغيعطينا ثمانية وتسعين فاصلة تسعود وربعين دونك هنا حسبنا لانديس دو بيتش دي كونتيتي Pour l'interprétation. Vous le résultat obtenu. Donc, on constate que les quantités exportées de certains produits de la mer ont baissé de 1,51%. Je 1,51%. 1,51% suis de, de, pitch, de, Alors là, dynamique, on a de 1%. l'indice a à des Je Alors Je

تراقبوا ان شاء الله تعالى المزيد من لي فيديو كونسييرنوا لا بريباراسيون ناسيونال بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته